السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله فرض اختبار للسنة الثالثة ابتدائي، 3 اني بريمير. قبل ما نبدأ غادي نهضر لكم على التصويت، أحتاج دعمكم. وهذا التصويت كاين ناس بزاف اللي قالوا لي ما عندناش الفيسبوك، لا يحتاجوا الفيسبوك. غادي نخلي في اول التعليقات في لي كومونتير غادي نخلي تعليق نكتب فيه رابط الاستماره، يدخلكم مباشره في الاستماره وتعمروا الجيميل تاعكم. مكاش اللي عنده اليوتيوب وما عندوش جيميل، تكتب الجيميل وتروح تختار الولايه وتختار القناة اللي هي قناة عمارة زينب الأستاذة أم يقين، أستاذة عمارة زينب أم يقين، وتنزلوا قاعد تحت وتديروا إرسال أونفاي. هذا ما كان حاجة سهلة سهلة، من فضلكم مرتبة مشرفة. هذا ما كان منش نطلب مرتبة الأوائل، مرتبة مشرفة. لن أستسلم، بقينا حتى يوم السبت لن أستسلم. أي تليفون حداك تاع الجواري تاع العائلة تاع الأولاد صوتوا لي منه من فضلكم، الله يعطيكم الصحة. دونك نبداو الان الاختبار السنه الثالثه، نقراو النص ونقراو الاسئله مع بعض. لو تيكست سي لو موا دو مارس، il fait beau. زينب va à la ferme. La poule a 3 œufs. زينب donne les œufs à sa maman pour préparer un gâteau au chocolat. الشرح تاع النص ما نقراه لكمش دروك حتى نروحوا للاجابه، داكوغ، باش تخدموا وحدكم. نروحوا نشوفوا الاسئله لي كيستيون. ان كوش لا بون ريبونس، كوش يعني اشطب الجواب الصحيح. زينب فا ا لا فيرم ليكول لا ميزون. حسب النص تاعي نختار وينها الاجابه الصحيحه. لا بول ا دو زو 3 زو 4 زو. نتاني نحوس على الإجابة في التكست وندي الإجابة ونشطب عليها. جو كوش لا بون ريبونس. سي لو موا دو مي افريل مارس. تري بيان. نروحو كيسيون 2. ريليف دو تكست دي مو افيك. نحوس على دي مو كلمات في لو تكست فيهم او ولا فيها او. دي او نكتبها هنا او نكتبها هنا، كلمة كلمة ماشي بزاف. ان مو دو شاك سون de chaque graphème. Très bien, rechouchoufou la question. Alors, trois. Question 3. Complète avec F ou F. F, yktebhak ou la PH. La farine. Une pharmacie. Du fromage. Un téléphone. Alors, nkteb had F ou la had F. Ana min qabl, fil muraja'a, atitkom qa'ima. قلت لكم باش نكتبوا بي اش لازم تكون كلمات من اصل يوناني، وتلميذ سنه ثالثه ما تبقاش تفهمها هذه. دونك عطيتكم قائمه فيها الحرف تاع بي اش، قلت لكم تحفظوها. اللي ما تلقاوهاش في هذه القائمه كتبوه بالاف عادي. نروحوا لا كيستيون 4. غولي لي سينونيم. لي سينونيم يعني عندهم نفس المعنى، المرادفات. بيل كونتون اورو جولي. جو غولي اربط. Remplace le sujet par un pronom personnel il ou elle. Pronom personnel, le sujet, les huwa Zineb, est dans la ferme. Zineb, c'est le sujet. Je le remplace par il ou les elle. Il, gunna, c'est un pronom personnel qui remplace le sujet qui est masculin singulier. Elle, c'est un pronom personnel pour le féminin singulier. Donc, Zineb est dans la ferme. Zineb, washindir, fimakana. Écrit en cursive, bien sûr. Zineb et Sami sont des frères. نكتب الجملة بكتابة الكراس. Cursive معناتها l'écriture du cahier. متابعكم تروحوا تحلوا ياك، ديروا pause ولا وتحلوا ودروك ترجعوا باش تشوفوا الحل مع أم يقين. دونك لو تيكست نعاودوا نرجعوا لو تيكست ونقولوا واش راح يقول. سي لو موا دو مارس، هذا شهر مارس. Il fait beau، الجو جميل. زينب va à la ferme، زينب غادي تروح لا فيرم، الفيرم فيرما. لا بول الدجاجة a 3 œufs، عندها 3 بيضات. زينب donne les œufs à sa maman pour préparer un gâteau au chocolat. زينب تعطي هاد البيضات لأمها باش تحضر لها حلويات بالشوكولاتة. هذا هو النص تاعنا. نروحو نشوفو لي ريبونس. دونك زينب va à la ferme، l'école ou la maison.
هيلا زينب va à la ferme. ها هو لو تيكست تاعي زينب va à la ferme. دونك هنا جو كوش لا ferme. La poule a 2 œufs, 3 œufs ou 4 œufs. هنايا la poule a هي لا 3 œufs. رانا كاتبينها بالحروف. دونك لازم نعرف الاعداد كي تنكتب بالحروف. نجي نشطب هنا في 3 œufs. C'est le mois de mai, avril ou mars. Voilà, c'est le mois de mars. Donc, je coche la réponse mars. Très bien. Gellek relève du texte des mots avec E, O. Nous faisons là. E, Anna, les, ze. Wana yafel O, Anna, beau. Voilà. Ou là, un gâteau. Hado, c'est des mots qui font le O. D'accord? Ou hada fait le E, œuf, les œufs. D'accord? Maintenant, on va passer à la réponse de la question numéro 3. Complète avec F ou F. Donc, farine, tu écris avec le F. Ou le saq avec le A. Une pharmacie. PH, le saq avec le A. Tani. Fromage, F. Ou le saq avec le R. Téléphone, c'est PH. Ou le saq avec le O. Farine, pharmacie, fromage, téléphone. Maintenant, les synonymes. Les synonymes, ça veut dire des mots qui ont le même sens. كلمات اللي عندها نفس المعنى. كما تقولوا في العربية, المرادفات. D'accord? وداروهم لكم في القسم. Donc, belle, جميلة, يعني jolie. ويلا في المذكر, هذه féminin. ويلا في المذكر, في الماسكولا, c'est beau ou joli, بلا E. Content, معناتها heureux. Content, heureux, اللي هي فرحان. D'accord? هادو لازم نحفظوهم. روحو نشوفو لو سوجي زينب اي دون لا فيرم زينب سي ان سوجي كي اي ان نوم بروبر كي اي فيمينين سينغولي مؤنث مفرد لازم نعوضه ب ال داكوغ ال هادي هي مكتوبه بسكريبت انا نكتبها بالكورسيف تعلمت نكتب بالكورسيف نجاوب بالكورسيف دونك ال اي دون لا فيرم maintenant on va à l'écriture cursive زينب دونك نقولوا هذا هو الاخر تاعنا عندي 1 2 3 وهذا الخط الاخر داكوغ باش تفهموا زينب لو زد ماجيسكول عنده 3 كور فوالا اي ان كور ان ان كور او ان كور لو بي 3 كور زينب اي لو تي عنده 2 كور سامي Sami, c'est un nom propre. Donc, lazem n'ktib le S majuscule. Sami. Nom propre, ism insan, lazem n'ktib le harf l'oul majuscule. Son. N'ahterm l'khotot, n'ahterm l'maqayis. D. Frère. N'ktib hana taht bach. عندها الاف عنده 3 كور اي 2 بي اي هو تحت الخط 2 بي فوالا وندير النقطه تاعي فوالا زينب اي سامي سون دي فرير ماذا بكم راجعوا الحروف تاعكم راجعوا المينيسكول والماجيسكول من سكريبت كيفاش نرجعها للكورسيف داكوغ فوالا اون ا تيرميني لو فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو ما تنساوش الى عجبتكم الفيديو لايك بارطاجي ابوني روحوا لاول تعليق تاعي راه مثبت وتلقاو فيه كيفية التصويت شكرا ربي يحفظكم تبقوا على خير شوفكم تري بيانتو قريبا في اختبار آخر والويكند إن شاء الله الجمعة وصل غادي نكثر لكم بإذن الله مع السلامة